بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس هيثم نبيل. الموضوع بتاعنا النهارده السؤال: هل احط المواسير بتاعتي قبل العزل في الحمامات واحميها بخلطه وبعد كده اعزل، ولا احط المواسير بالصرف والتغذيه بتاعتي بعد ما اخلص العزل، يعني اعلى العزل؟ تفوجئ كده تيجي ويجي واحد يقول لك احنا بنعمل مواسير الصرف بتاعتنا الاول على الخرسانة وبنبدأ نحميها بالخلطة وبعد كده بنعزل فوقيها، وبالنسبة للتمديدات الاتنين بوصة والتمديدات الصغيرة بتكون فوق العزل، اللي هي تمديدات الصفايات اللي بتوصل عليها الصفاية بتكون فوق العزل. فيجي يقولك انا بأسس لك المواسير الاربعة بوصة الاساسية الاول تحت، تمام، وبحميها لك بخلطة اسمنتية وبنبدأ نعزل وبعد كده كل التمديدات بتكون فوق العزل. طبعا الكلام ده غلط. كلمة عزل يبقى أنا بحمي المنشأ الخرساني بتاعي أو البلاطة بتاعتي، فلازم كل المواسير سواء صرف أو تغذية بتكون أعلى العزل بتاعي. ببدأ أعزل الحمام بتاعي، بليس الأرضية بتاعت الحمام وببدأ أعزل العزل بتاعي سواء عزل دهانات أو عزل الرولات، وببدأ بعد كده أمدد مواسير الصرف بتاعتي أعلى العزل. وبعد طبعا ما بشتغل وبحط الديفان بتاعي والكلام ده ببدأ امدد مواسير، طبعا في نفس اللحظة بمدد المواسير اللي هي الصرف التغذية بتاعتي، المواسير بتاعة الصرف بتاعة الصفايات. فكل تمديد للمواسير بيكون اعلى العزل. اي واحد يأسس لك مواسير رئيسية اربعة بوصة ويقول لك احنا طول عمرنا بنعملها كده، احنا بحميها لك بخلطة اسمنتية دي بتقعد 30-40 سنة ما بيحصل لهاش حاجة، الكلام ده غير صحيح. الاحسن والصح انك لازم تحط مواسيرك اعلى العزل، سواء مواسير اساسية صرف اربعة بوصة او مواسير اللي هي البانيو او المغسلة اللي هي الاتنين بوصة اللي بتتوصل على الصفاية، وكذلك مواسير التغذية لو هتمددها في الارض. دايما دايما تركز على النقطة دي، انك تعزل وتأكد ان كل حاجة معمولة فوق العزل. الحلقة بتاعتنا كانت بسيطة بس حبيت انوع على النقطة دي لناس كتير جدا كانت بتقع فيها، وعيني بيحصل مشكلة بعد كده في البلاطة الخرسانية في تكسير في ماسورة صرف ولا شيء، فخدوا بالكم جدا من النقطة دي. اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معاكم مهندس هيثم نبيل عشان نصلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن، ويومكم سعيد.